وينه مراد؟ طلع في عنده معاينة ونسينا. شو هالحظ؟ كيف نسينا هيك شيء؟ سليمان رجع لعند مراد ولحاله. ماشي. امبارح انشغل بالي كثير. شي طبيعي ينشغل بالك على امك. مو بس على امي، انشغل بالي عليك لانك ما رجعت. كنت مزعوج كثير فنمت بالاوتيل. أنا كمان فكرت فيك كتير وانشغل بالي عليك، لأنه يلا أمشي نشوف أمي. شو؟ خير؟ شبكي بنتي؟ جايين نشق على أمك؟ لا تعملي مشاكل، نحن أهل وجايين لعند أمك. ها؟ مروة ما راحت على المدرسة لحتى تزور أمك. رح تنزل الدمعة من عيني والله. هي شو عم تعمل هون؟ شو ليه؟ اللي خلتها تجي هي طيبة قلبها. إذا هي عندها قلب أنا قبلان يكون بلا قلب. قلعوها من هون بسرعة. خلص إيلين. يا خانم لو سمحتي روحي وبلا مشاكل. وإذا ما بدي شو بصير؟ أنا بورجيكي إذا ما بتروحي يا كلبة. نلعي اقعدي بقى. خلص نلعي يا حقيرة. خلص وقفي اهدي شوي. لو سمحتي روحي هلأ، وإلا عن جد رح تندمي إذا بتضلي هون. طيب أنا ماني حابة خجلك، لهيك رح روح وبس. اوكي يلا سلام. بالمناسبة ما تعرفنا على بعض، انا كارولين. معك حق، هذا مو وقت لنتعارف. مع كل إن جاي الأيام لحتى نلتقي مرة تانية. بشوفكم بعدين. يا سبحان الله يا سبحان الله، هاي الست ما حدا بيعرف على مين بدها تلعب. امشي. اجت إيلين. ماما كيفها؟ لساتها نايمة. مرحبا علي، كيفك؟ انت منيح؟ جميلة. مرحبا كيفها؟ علي. هي هي غرفتها؟ خلوني فوت شوفها. بس هي لساتها مخدرة ونايمة، يمكن تكون فاقت بعدي لشوف. عم اقول لك نايمة. نايمان تعي لهون. تعي. ليكي، الكل ناطر هون، خلينا نستنى كمان. Thank you.
تفضل. أنا امبارح حكيت ما كان عندك وقت بنوب. ممكن تذكريني بخصوص شو حكيتيني؟ مشان مريضة عندكم اسمها جميلة. جميلة كاربو شوي صعبة ما بعرف بس اسمها جميلة. انت شو حابة تعرفي؟ يعني منيحة؟ شو مرضها؟ قالوا معها نزيف بس هلا كيف صارت؟ حضرتك شو بتكوني لجميلة خانم؟ أنا بقرب جميلة. أنا مرت أخ، مرت أخوها. أنا بدي أعرف شو سبب نزيف المعدة اللي صار معها. في معها نزيف بس مو نزيف بالمعدة. مو نزيف بالمعدة؟ أنا فهمت منهم غلط؟ جميلة خانم حامل وصار معها نزيف شديد، مع انه توقف هلا بس في خطوره على حياتها. اوكي. البيبي، البيبي لساته عايش؟ بس ليجي جوزها انا بخبره يا خانو، ماشي؟ بس دكتور فيك تقلي الي؟ جوزها حصرا. لو سمحتي هلا ممكن تتفضلي؟